احنا بنتكلم عن هل احنا بالفعل، يعني طبعا حضرتك اتكلمت ورصدت انه الجينوم المصري فيه بنسبة كبيرة نوع من الانسجام والتوحد، لكن عندما اتكلم عن هو رهيبة بين تجليات هذه العظمة اللي حضرتك يعني دائما بتؤكدها، وبين التاريخ التليد العظيم والمجد الغابر كما يقول يعني حافظ ابراهيم، وبين واقع اليوم، هل أشعر أن نحن بالفعل أحفاد هؤلاء العظام؟ ولماذا لم تعد هناك تجليات لذلك؟ لا، احنا احفاد هؤلاء العظام حقا جينيا، وده زي ما قلت لحضرتك مارجريت كيندل الامريكيه والدكتور طارق طه المصري طلع بنفس النتائج بتاعتها، ان 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحد. مصر القديمه كانت تدين بالامونيه، بعد كده أصبحت بالمسيحية، بعد كده أصبحت بالإسلام. طبعا ده لا يغير في البيولوجي أو في الناحية الجينية بتاعت هذا الشعب شيء، وده اللي يمكن قاله فلاندرس بيتري، قال إن بالرغم من الغزوات الكثيرة التي مرت على مصر 2500 سنة احتلال يا أستاذ محمد، إلا أنه كان تغييرا بالحكام لم يكن تغييرا في جنسية مصر ولا هويتها ولا هويتها. طبعا الهوية برضو دي محصلة ثلاثة أشياء مهمة: جينات وزمان ومكان. تمام. فمن ناحية الزمان متغير، ولكن احنا بنتغير معاه. هل المصري طول عمره فهلاوي؟ هل مثلا يقول لك الفلاح في خبث الفلاحين، مش يعني الصعيدي الابر ايجيبت يقول لك ده حمول او صبور او يعني صلب، يعني هل ده اتغير عبر الازمنه وعبر ما كانش طول عمره فهلوي، لانه لم يكن في حاجه الى الفهلوه في ال 7000 سنه اللي عاشهم، اللي هي يعني عظمه مصر ومجد مصر موجوده فيها. ليه؟ الوفره في كل شيء. اضف الى هذا القانون، اضف الى هذا القانون الاخلاق اللي لسه بيتغنوا بيه لغايه النهارده، يعني واحد زي كارن شوبرت او واحد زي والاس بادج او الى اخره. فهو لم يكن في حاجه لهذا، انما نتيجه الضغوط اللي مرت على مصر خصوصا في عصر الاتراك العثمانيين على سبيل المثال، في العصر الايوبي ايضا على سبيل المثال، فكان لابد من الفهلوه حتى يستطيع ان يتغلب على ضغوط اللي العصر الفاطمي. في العصر الفاطمي جزء منه برضه موجود، يعني حتى عبد الله ده قلب الدنيا، نايم الناس بالنار وصحاهم بالليل، لا حرم بعض الاكلات، كان مجنون، وكانت مجنون. النهايه بتاعته اخته خلصت عليه، يعني ست الملك. تمام. ظروف يعني. طبعا المكان برضو جزء من المكان اتغير، بمعنى ايه؟ ان جزء كبير من المصريين بعد 67 راحوا دول الخليج، وبدل من ان يكونوا يعني مصدرين للحضارة المصرية رجعوا لنا بالثقافة الرملية، رجعوا بالنقاب، رجعوا بالحجاب، رجعوا بالدبلة الفضة. وطبعا ده مخطط صهيوني وهابي، ويكفي أن الملك محمد بن سلمان قال دي كانت أوامر أمريكية أن احنا ننشر الوهابية. مفاجئ وراجل شجاع وعظيم، وآن الأوان بقى أن احنا نعرف أن احنا ضحايا لهذه المخططات الشريرة، ولازم نعرف ان النقاب والحجاب والدبلة الفضة يا جماعة لتقسيم مصر، عشان وانت ماشي تقول دي مسيحية دي مسلمة، دي مسلمة مش عارف ايه، ودي مسلمة سافرة، والكلام ده كله. لان نجاح محمد الغزالي ليه بحث مهم اسمه فقه الصحراء. لان احنا ما ينفعش معانا مش ممكن الصحراء. طبعا لان احنا حضاره نهريه بالظبط، والامام الشافعي نفس الشيء لما غير فقهه كله من الاول للاخر. طيب دكتور، انا عايز اعرف متى بدا، يعني حضرتك ارجع لورا شويه، درست في لندن وخدت دكتوراه، وفي امريكا وخدت دكتوراه، ورجعت ما شاء الله استاذ كبير في تخصصك في الطب، لكن متى بدأ اهتمامك بالتاريخ المصري القديم لدرجة انه الكونجرس يستعين بك في كتابة
جزء من تاريخ مصر القديم؟ الحقيقة أنا وقعت في هوى المصريات، لكن تقدر تقول يعني وقعت في هواها 25% في إنجلترا و 75% منها في مصر. 25% كانت بعد حادثتين مشهورتين، وكنت حريص على أن أنا أكون في الهايد بارك كل يوم حد، فوجدت رجل إنجليزي عمال يتفاخر بإنجازات إنجلترا، تصدى له رجل أسود طويل وقال له بطل تفاخر لأن أنا اللي اديتك الحضارة. رجل إنجليزي قال إزاي؟ قال له بريكسونس خد حضن الرومان. يس. قال له الرومان خدوها من اليونان. قال له ده صحيح. قال له اليونان كلهم جم اتعلموا في مصر. أفلاطون اتعلم فلسفة طوال 13 سنة، سولون اتعلم القانون ورجعوا، وأيضا فيثاغورس 22 سنة. فالرجل الإنجليزي قال له أنت مصري؟ قال له لا، ولكن يكفيني فخرا أن أنا من القارة اللي فيها مصر. يا سلام. أنا من نيجيريا. يا سلام. ف...